number of people هنا كده تحت اهي شايفاها، وهنا kinds of animals يعني الناس اللي بتربي حيوانات kinds of animals. هنا بيقولي farm animal we like، farm animals we like يعني اللي هي حيوانات المزرعة اللي احنا بنحبها، farm animals we like. okay. اوكي طيب أنا هنا من الداتا اللي قدامي دي let's read the data، نتعود نقرا الداتا ازاي. بيقولي which animal is liked the most. هنا بصي هنا تعالي نقراها هنا chicken، التشيكن واصلة لحد في 40، نعد مع بعض 1 التشيكن، شايفة التشيكن اللي فوق البينك دي شايفاها؟ let's count them together، تعالي نعدهم مع بعض التشيكن 1 2 1 3 2 3 ها 4 5 6 7 8 8 اهي واصلة لحد 8 تحت شايفاها؟ يعني انا جبت الرولر كده وصلت لحد تحت هشوفها اساسا 8 من غير ما اعدها 8، يبقى التشيكن 8 هكتب جنبها كده 8. طيب cow، the cow cow equals what؟ five. ايوه 5، برافو عليكي 5، يبقى beside cow I'm going to write 5. sheep، sheep two. are only what؟ 2، that's right، يبقى sheep 2. طيب rabbit، the rabbits four. 4، that's right. donkey، ten. الدونكي أكتر حاجة في الفورم 10. يبقى which animal are liked the most، the most يعني أكتر حاجة، which animal بيسألني عن الأنيمال، الأنيمال هنا دونك like the most donkey، برافو عليك I'm going to write donkey، donkey وبيسايد ال 10 عشان أبقى فاهم إن هو the number of the donkey like the more are 10 donkeys. Next question. Which animal is liked the least؟ أقل حاجة. شيب برافو عليكي I'm going to write sheep. شفتي سهلة إزاي؟ It's very easy. Sheep. That's right. How many people؟ يبقى بيسألني عن ال number. How many people in total liked cow and sheep؟ I need cow and sheep. What plus what? Cow and sheep. Cow. five plus Yes. two. الله عليك والله العظيم أنت جميل. أنت جميل يا ناس. 5 plus 2 equals what? seven. الله عليكي. Excellent. 5 plus 2 equals 7 animals. How many more people liked chicken than rabbit? chicken than rabbit، ادي الشيكت وادي الرابت. chicken اهي، eight plus ايوه والرابت لا مور، يعني ده اكتر من ده بايه؟ فين الرابت اهي؟ بصي الشيكن والرابت الفرق ما بينهم ايه؟ شايفاهم؟ مور، انت عندك how many مور، ها يعني ده اكتر من ده بقد ايه؟ مش هعمل بلس انا هعمل ماينس، انت فاهمه؟ ده اللي بيحب التشيكن 8 واللي بيحب الرابت 4، يبقى ده اكتر من ده بقد ايه؟ this is more than this with what، هعمل ماينس هنا بقى، يبقى لازم افهم four. الكويشن كويس جدا. فاكره لما قلنا مش كل مور ذان يعني بلس ومش كل ليس ذان يعني ماينس، لازم I have to understand، يبقى I want to make what more than، يبقى when I say لما انا اقول رغد liked 8 chicken. Her sister liked 4 rabbits. She liked what more than her sister. هي بتحب قد ايه more than؟ هقول له 4. عملنا minus. مش لازم كل more اعمل plus، لازم افهم الاول. يبقى 8 minus 4 equals 4. The last question، اخر حاجة. يلا. How many people in all liked، in all كلهم بقى، cow, rabbit and donkey. كل اللي بيحبوا الرابت والكاو والدونكي كلهم اعمل ايه، بلس ولا ماينس؟ all of them. بلس برافو. يلا كاو فايف 4، لا الكاو 4 مش 5، بلس رابت، لا تصدقي 5 والله يا بنتي انتي صح، كاو 5 صح، انا اللي شايفاها غلط، حقك عليا، انا شفت الكاو على انها رابت.
معلش، شطورة شطورة يا رغد، شطورة، بنحميك يا بنتي. يبقى 5 بلس، كملي. ها رابت، four. يس بلس. دونكي، Don't ten. 10. يلا 5 بلس 4 بلس 10 equals 19. 19. ايه رأيك يا يا جميل في الليسن ده؟ Is it not easy؟ انت يا جميل انت. Is. It's very easy. Let's see another page. تعالي نشوف واحدة تانية. يلا يا قمر. This is very easy. هنا بقى دي سهلة قوي. أنا هنا هعمل إيه؟ I'm going to color the columns. أنا هنا اللي هعمل coloring للكولوم. Okay؟ From the previous table complete the graph. لا ده معتمد على واحد قبليه. تعالي طبعا نشوف واحد تاني معلش. طيب بص هنا يا قمر. Let's see this graph. تعالي نشوف الجراف اللي هنا ده. I have هنا اسمه the bar graph. bar يعني اللي هي narrow rectangle، الريكتانجل الرفيع ده. The narrow rectangle اسمه bar. The birds seen in the park. في هنا شوية birds شفناهم في البارك. في كده جورني، سامي، وروز، ويوسف، وأحمد، و ماري. كل دول كده راحوا البارك to see some birds. فسامي عمل قد ايه؟ How many birds they have seen؟ سامي saw 6 birds. شايفة سامي؟ اهو شايفة سامي 6 birds. روز she saw 9 birds. يوسف he saw 4 birds. أحمد saw 8 birds. Mary saw 10 birds. يبقى أنا كده عرفت how many birds they have seen. المرة دي بدل ما هو كان vertical كده هحوله horizontal by coloring، هنلون. إزاي؟ لما أقول لي Mary how many rectangles I'm going to color، هلون كم واحدة؟ تحت كده 10. Mary 10، يبقى I'm going to color 10 10 squares. طبعا انا هتلاقي التلوين عندي صعب شويه عشان انا مش معايا ايه. طب نحاول نخليها زي الرش كده، زي البراش اهو. اه كده لون احسن شويه. ما تتريقيش بقى على التلوين بتاعي. ها طبعا انت هتعملي احسن منها. يلا يبقى 10. طيب احمد how many birds؟ 8. يبقى I'm going to color 8. تعالي نعملها بـ another color. نعملها الـ 8، بينك. أحدد لحد هنا كده بينك. لا مش عندي بينك للأسف، أنا عندي ريد وجرين وبلو ويلو بس. معلش بقى عملناها باليلو. اللي بعديه ريد. حاضر يوسف 4. أنت عايزاها ريد؟ حاضر يلا يوسف 4. يبقى stop at 4. هنوقف عند الفور هنا كده. And the color. يلا يا عمر next question. روز 9. 9. نعملها بلو، ايه رأيك؟ يبقى we'll stop at 9. هنوقف عند ال 9 and the color. سامي سامي ها سامي 6 six. اهي 6 اهي باينة. شايفة سامي اهو؟ سامي 6 اهي. بلس
يبقى سامي 6. طيب نعمل سامي ايه بقى؟ في عندك الكالرز قدامك اهي، يلو اور جرين اور بلو اور ريد اور بلاك. بلاك. بلاك، نعمل سامي بلاك. اوكي يبقى تل 6، هنوصل لل 6 هنا. It's here and the color black. Okay. This is the type of this question. He is going to give me some data which are horizontal or vertical and we change them. هنغيرهم. If they horizontal, I'm going to change them to be vertical. And if they are vertical, I'm going to change them to be horizontal. Let's see another question. تعالي نشوف حاجة تانية. Look at this question. Read the table. I'm going to read the table. إحنا هنقرأ التيبل وهنعمل إيه بقى هنا؟ And we are going to fill in from the table. هنكمل من التيبل ده the bar graph by coloring. هنكمل البار جراف هنا إن إحنا هنلون. هنعمل إيه يا جميل؟ Use the graph to answer the question. In this table، في التيبل اللي قدامي ده يا رغد، read it. Type number. Art، هنا في activities، اللي بيحب الارت، اللي بيحب الميوزك، واللي بيحب الايه playing football. شايفه انت الناس اللي جنبك اللي قدامك هنا، في واحده playing music، وفي التاني like coloring and art، في another one which is playing football. Let's see in the type and the number. Art. How many children like art? Four. Yes. Sports، الرياضيات اللي هي الحاجات اللي بال Seven. and so on. Seven. Music. Five. Reading. Ten. Tell me بقى يا رغد، قولي لي انت يا رغد، which one of them you like the most؟ انت بقى كرغد يعني بتحبي اكتر حاجة، art ولا sports ولا music ولا reading؟ وانا برضه هقولك انا بحب ايه اكتر حاجة. يلا، which one of them you like the most؟ سبورت. سبورت. انت بتحب تلعبي سبورت؟ انا بقى I like art، انا بحب الرسم قوي قوي. I like art. The activity I like the most is art. Okay. بحب ال بحب وانت برضو بتحبي السبورت؟ السبورت والأرض. انت كميل والله، برافو عليكي. طيب now I'm going to color the bar graph. احنا هنعمل coloring للبار جراف according to this data، على حسب الداتا اللي قدامي دي، حسب الانفورميشن اللي هو مدي يعني according to the given data. يلا يا جميل، let's see. I'm going to، احنا هنا نعمل ايه؟ color art. يلا، which color you are going to choose؟ هتختاري ايه؟ احنا قلنا art. Which color you want؟ Red. يبقى we reach four and the color. هنوصل للفور ونعمل coloring. Okay. طيب sports. Sports seven. Which color you are going to take for sports؟ Orange. هو انا ما عنديش اورنج. بصي الكالرز اللي قدامك دي شايفاهم؟ yellow or green or blue or red or black. طبعا انت بقى لما تعملي لها برنت عندك في البيت لوني زي ما انت عايزه. يلا يا قمر، I'm going to choose which color till we reach seven. blue. blue. okay يبقى seven blue till we reach seven. seven is here and the color. music، which color you are going to choose في الميوزك؟ green. green till we reach five. يلا، I have music here is five. يبقى عند الفايف كده ونعمل
line عشان ما لونش أكتر منها. not to color more than five and color. The last one reading 10. Which color you're going to need to choose؟ ما خدناش اليلو، ايه رأيك ناخد اليلو؟ يلا يبقى reading yellow 10 all the columns all of them. Use the graph, answer the question. I'm going to use the graph to answer the questions. Which activity is the most favorite? Which activity is the most favorite? Tell me. مين الاكتيفيتي اكتر حاجة بيحبوها؟ reading. Reading. Yes, I'm going to write reading. 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 Which activity is the fewest favorite? Fewest favorite. أقل حاجة. أرض. أنا كده زعلت على فكرة. إزاي الأرت fewest favorite؟ ده الأرت ده the best of the best. يبقى أرت بس is the fewest favorite. Okay. Let's see the another question. إيه رأيك يا جميل؟ Let's see another one. أي Okay. In this activity، في الاكتيفيتي بقى تخلي بالك معايا عشان هو محتاج تركيز شوية. شايفة الكالرز الماربلز اللي قدامي دي؟ In this picture complete the table. أنا هستخدم البيكتشر دي to complete the table، فلازم أكون مركز شوية. Color number. Color and the number. From the picture you are going to choose the marble or choose the ball to complete. How many red marbles you have؟ تقريبا عشان نعدهم كده عشان مستلمين ما تتلخبطش ولا انت تتلخبطي، فنركز سوا. Red marbles. One, Let's count how many red marbles. يلا ها. 1 two, three, four, five, لسه ها. six, 6 ها. سفن. سفن اللي جنب ايده اهي، شايفاها دي؟ This one. معايا رغد حبيبي، انت معايا؟ جين يا رغد، عديهم تاني، انا عامله لك عليهم داش اهي. يلا كاونت ذيم اجين. 1 2 3 4 5 6 7 Yes, I am going to write 7. How many blue marbles? Let's count the blue marbles. Ha. 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 و9. بصي بقى كده المستخبية دي، بصي بصي 10. شفتي المستخبية هناك دي اهي، شفتيها؟ اللي inside the bag، اللي جوه الباج، شفتيها؟ اي يبقى 10. The blue are 10. طيب يلو، ده يلو مارفل. 1 2 3 4 5 Yes, 5 yellow marbles. The green marbles. 1 2 3 Only 3, that's right. The pink marbles. 1 2 استني يا معلم، wait، عشان ما عنديش بينك هنختار البلاك. The pink marbles. ها. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Yes. وفي 8 هنا صح. 8 yellow marbles. Oh yeah. 7, 10, 5, 3 and 8.
طيب remember these colors because we are going to complete the graph by the red 7. Record them. The red are 7. The blue are 10. The yellow, record them. Don't forget, because we are going to solve the next page using these data. Green 5 are 3. Yes. And pink are 8. Pink are 8. طيب. Let's take the data and complete this table. هو ده بقى. يبقى from the previous table, complete the graph. We are going to color now. اللي هي كان فيها marbles. We are going to color. The red marbles, how many? You recorded them. انت سجلتيهم. The red, they were 7. Yes, 7. برافو عليكي. 7. I'm going to color 7. Let's color 7. Okay. The blue, they were 10. Yes, 10. I'm going to color 10. The yellow, Yellow. they were 5. Yes, 5. I'm going to color 5. Green 3. Green 3. برافو عليكي. Green, they were 3. I'm going to color 3. 8. The pink, they were 8. Yes. Wait. The pink, they were 8. I'm going to color till 8. هنلون till 8. Let's answer the questions. The color of the most marbles is, huh? The color of the most marbles, most of the marbles, most of them, where the color of the most is what? Blue. Blue, excellent. Blue. The color of the least marble, the least, they were? Green. Yes, that's right, green. The number of yellow marbles, the yellow marbles, how many yellow marbles? 5. Yes, 5. The number of pink marbles, the pink marbles? 8. 8, that's right. List the marbles color data from the least to the greatest. I want the color from the least to the greatest. I need the color, not the number. أنا هعمل إيه هنا؟ علشان not to confused، عشان ما بقاش متلخبط. I'm going to write 3. Then 5. Then sorry, 7. Then 8. Then 10. Then I'm going to color, write the color above them. يلا. يبقى the least number 3. They were the green. بصي I'm going to write the first letter only. أنا هكتب the first letter only عشان هنا مش هيكفي أكتب green وكده. خلاص؟ يلا. يبقى 3 is for G. 3 is for what? G. 5 is for Y. Y. R. Okay. R B. for red. B blue. P for pink. And P for pink. Yes, and B for blue. And B for blue. That's right. G, Y, R, B, P, B. G, Y, R, P, B. That's right. Jerpup. What is the meaning of jerpup? It has no meaning, isn't it? It has no meaning, isn't it or no? Yes or no? الصوت معلش الصوت راح.
الصوت راح. I can hear you، ممكن أنا تخرج سامعاكي. وتدخل تاني؟ نخرج؟ طب أوكي مفيش مشكلة، يعني 2 minutes تخرج وتدخل تاني مفيش مشكلة. أوكي. السلام عليكم. عليكم السلام يا قمر. معلش يا مس نرمين، والله اسفين، بس التليفون لما حد بيتصل وهو شغال بيخلي الصوت يختفي. طيب ما فيش مشكلة، أنا كده كده برضو هعمل لها شوية حاجات، أعمل لها شير سكرين عشان تحلهم لوحدها. هي اللهم بارك ممتازة، وليسون ده سهل قوي. أنا كده بعت لحضرتك بوكلت سكند برايمري، أحدث بوكلت موجودة، وهبعت لك برضو ان شاء الله المعاصر على السيشن بعد الجاي ان شاء الله، اكون بعتها لك احدث بكره الموجوده دي، يا ريت لو نطبعها كلها. طب حاضر، تمام. انا بقى بعمل ايه جميل دلوقتي ليكي؟ بعمل لك شويه شير سكرين علشان تحليهم لوحدك. You're going to solve them by yourself، هتحليهم لوحدك. اوكي قمر، انت تقولي اوكي. الانسرز، انت اللي تقولي الانسرز، الحلول لوحدك. Are you ready يا قمر؟ Yes. في حاجة اسمها بيكتوجراف، دي لو جات لنا مش هتحليها لوحدك. You're going not to solve it by yourself، مش هتحليها لوحدك، هنحلها سوا. وحضرتك شايفة رغد؟ انا ايه؟ شايفة رغد؟ حضرتك شايفة رغد؟ لا، انا بعمل شير سكرين لحاجة تانية. طيب ثواني نشغل نقفل بس الشير سكرين، بعد ما في شير سكرين مش ببقى شايفاه، ببقى شايفة السكرين بس. انا ايوه شايفة تمام. رغد. طيب شيلي ايدك من لان بقك، شيلي صباعك من بقك، يلا شفتي بقى انا شايفاك ازاي؟ انت جميل والله، انت جميل. طيب تعالي بقى نعمل شير سكرين، وانت اللي هتحلي لوحدك. يلا you are going to solve by yourself. طيب تعالي يا قمر يا سكر، انت تقولي لي يلا can you solve this by yourself. انت اللي هتحلي لوحدك، انا هدي لك 2 minutes. اوكي هتحلي لوحدك، وهقفل الصوت وهقفل كل حاجة، أسيبك مع نفسك. Then I'm going to turn on the voice، وهتقولي لي هنا you have the data، أنت قدامك الداتا أهو. How many people liked basketball best؟ كده أنت قدامك 2 minutes. After finishing it، بعد ما تخلصيها قولي لي I have finished، وأنا هكتب answers بس. أوكي يا رغد مستعدة؟ أكتب how many people like Yes. basketball. Read and write the answers. Read and write the answers. Read and write the answers. أنا مش هحلها معاكي واحدة واحدة. فاهمة يا رغد أنا بعمل إيه؟ أنا سايباها لك دلوقتي. You are going to solve it by yourself. أنت هتحليها وأنا مش هساعدك في أي حاجة. أنت هتقولي لي الأنسرز وأنا هقول لك right or wrong. After دلوقتي الساعة كام؟ after 4 minutes. أول ما تيجي 12 and 40. خلاص؟ 12 in the hours and 40 in the minutes. احنا بنقول عليها بقى في الماث ايه؟ ديجيتال 12 2 دوتس 40، لما لسه ان شاء الله ناخد الليسون ده. ابنوا عليها 40 minutes past 12. يلا قدامك 4 هي minutes start، ابتدي يلا. بس انا ارسمها. يا رغد مش هترسمي، انت هتكتبي بس الانسرز يا بابا وتمليهاني. فاهمه حبيبي انت هتعملي ايه؟ ايه ريكورد ذيم، هتسجليهم عندك وهتمليها لي من اول المره الجايه ان شاء الله. ستارتنج فروم ذا نيكست تايم هتكوني انت طبعتي الشيتس، فانت هيبقى كده كده الشيتس دي قدامك، تحلي مع نفسك بس، عشان الشير سكرين انا بس اللي اقدر اكتب عليها، فانت مش هتقدري تكتبي عليها. فانت هتعملي ايه يا رغد؟ ريكورد ذيم، هتسجليهم عندك في الكوبي بوك بتاعتك، وبعد كده انا لما اشغل الفويس، اما اشغل الفويس انت هتقدري تتكلمي، هبقى سامعاكي يعني، وهقول لك رايت اور رونج. يلا انا هقفل الفويس دلوقتي من عندي عشان تقدري تحل لوحدك براحتك. يلا ابتدي، you have 4 minutes، ابتدي يلا.
اللي تحت ده برضه لازم اكتبها، اللي هي favorite pizza topping لازم اكتبها. And then. Hey, excellent. Tell me, what will be the answer? You have done? Excellent. The answer, quickly, tell me. How many people like basketball best? 100. The basketball? Yes, 100. Basketball. Not football. أنا قلت لك you have 4 minutes. اتسرعتي ليه بقى؟ انت جميل، اللهم بارك، وشطوره جدا، بس ما نتسرعش يا رغد. باسكت بول، ها 50. That's right. Liked swimming best. Swimming. Swimming. 60. That's right. ما Which تتريقش part على is خطي عشان this? خطي غريب. ها 60. That's right. The what sports like the least؟ أقل حاجة هي مين؟ تنس. Yes, right. Tennis. 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 That's right. Tennis. Which sport sport liked the most؟ طبعا the most اللي كله بيحبها مين؟ فوتبول. Football, that's right. How many people
in all like the football and swimming. What plus what? Football and swimming. 50 plus. Sixty plus 1 e. Yes, 100. Football and swimming. 60 plus 100 equals. That's right. How many people like the basketball then tennis? Basketball then tennis. What minus what? طب يلا. What minus what? How many people like basketball then? يبقى 50 minus 50 minus 30. The basketball 50 minus the tennis 30. يبقى 50 minus 30. 50 minus 30 equals 80. No, minus, not plus. Minus. مش احنا قلنا more than و less than. I have to understand. لازم افهمها الأول. هو ده ده بقد ايه؟ ده اكتر من ده بقد ايه؟ more than this with what؟ بصي. Who likes basketball are 50. Who likes tennis are 30. يبقى this more than this by what؟ لو انا معايا 50 وانت معاكي 30. I have more than what you have with what؟ انا معايا اكتر من اللي معاكي بقد ايه؟ اعملهم بلس؟ انا معايا اكتر من اللي معاكي ب 80 ازاي يعني؟ ولا اعمل لهم ماينس؟ ماينس. يبقى 50 minus 30 equals 20 equals what؟ 20. 20, that's right. Next question. I'm going to erase all of this. هنمسح كل ده. Okay, جميل؟ Okay. يلا يا عمر. How many people liked sausage best? Sausage اللي هو السجق. Sausage best. ما كتبتش اللي تحت. ما كتبتيش اللي تحت؟ مش انا قلت لك 4 minutes وتحلي لي البيج كلها؟ استعجلت ليه يا قمر؟ طب يلا اول ما تخلصي تقولي لي I have finished. انا مستنياكي. يلا.
هيا راغد، have you finished؟ No. طيب I'm waiting، no problem، I'm waiting. And then Okay, let's solve. How many people liked sausage best? Sausage. Sausage, 12. lay the first one. 12, that's right. 12. How many people liked extra cheese best? The extra cheese, the last one. 16. 16, طيب wait. Yes, Yeah, 16. Yes, 16. That's right. Which pizza topping is liked the least? البيتزا topping هنا the least أقل حاجة اللي هو مين؟ vegetables. Yes, vegetables. I'm going to write the word. هكتب الword vegetables. Because he's asking me about the topping. بيسألني عن اسم التوبينج مش على the number of people. I want to answer this question. Which pizza topping is liked the most? مين البيتزا توبينج أكتر حاجة من الناس بتحبها؟ بيبروني. بيبروني. That's right. The pepperoni. I'm going to write also the word. يبقى هنا هنكتب vegetables وهنا هنكتب pepperoni. How many people is asking about the number. How many people in all like sausages, sausage and vegetables, pizza? يبقى what plus what? The sausage plus the vegetables. What plus what? 12 plus 8 equals 20. Yes, 12 plus 8 equals 20. That's right. The last question. How many people, more people liked pepperoni than extra cheese? يبقى what minus what? 20 Pepperoni than minus extra 16. 20 minus 16. That's right. 20 minus 16 equals 20 3. minus 16 equals 3. equals what 20 minus No, not three. اعملي backwards 20 كده لحد ما توصلي 16 يلا 19 18 17 16 How many fingers you have on your hand? Four. Four, that's right, four. That's right. Let's see another one. Let's see another page. Let's see another question. I'm going to use this bar graph. It's very easy. You can solve it by yourself. Tell me. I have fish, dog, hamster, cat, and bird. Those are the Hamster. favorite pet. The favorite pet. The pets we favorite. We like. The pets we like. Yeah. Answer them and tell me. Which pet like the يلا you have 10 you have 2 minutes to solve them by yourself and tell me the answer okay حبيبي يلا
stored. I'm done. Okay, let's solve. You're excellent. Which pet is liked the least? Which pet? Cat, 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 cat. Cat. ليه ده الكات حلو والله ليه؟ cat cat. Do you have a cat؟ كان عندك cat؟ كان عندي كلب بعدين ضاعت. وبعدين ضاعت؟ يا ضاعت في عيني الشارع. راحت فين؟ يا عيني كان اسمها ايه؟ أريا كان اسمها ايه مريم؟ أريا 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 اريا. انا كان عندي كات برضو وكان اسمه تايجر، بس انا مامتي خدته عشان كانت بتحبه قوي. كان عندي كات وكان اسمه تايجر. طيب which pet is liked the most؟ the most are what؟ بيرد بيرد. يس ذا بيرد. الناس بتحب تربي العصافير قوي. بيرد. اوكي هم الصراحة مش متعبين، انما الكات شقية ومتعبة برضو. طب how many people in all like birds and cats؟ what plus what؟ 2 plus 9 equals 11. yes 2 plus 9 equals 11. that's right. how many people liked hamster more than dogs؟ اتفقنا ان more than دي اعمل لها minus او plus according to its meaning، على حسب معنيها. يبقى عندي هامستر وعندي دوج، the difference between them. ها the hamster and the dog. five انا اسفه، انا minus عملت ايه؟ انا عملت ايه ده؟ انا عملت على الفيش، الهامستر اهي والدوج اهي. يلا five minus three equal to yes 5 minus 3 equal to، معلش انا هكتبها فوق هنا عشان تبقى باينه. 5 minus 3 equal to. the last question: how many people all together liked dogs, hamster and fish? dog, hamster three and fish. ها 3 plus 5 plus 6 equals 14. yes 3 plus 5 plus 6 equals 14. برافو عليكي، excellent. we finished our lesson. هتحلي الشابتر ده كله، الشابتر ده كله هتلاقيه جاي لك لوحده. هتكملي طبعا اللي احنا حليناه ده، انت هتعمليه لوحدك في الايه؟ في الهوم ورك يا رغد. لو جالك حاجه فيها بيكتوجراف، يعني ايه بيكتوجراف؟ هوريها لك دلوقتي، سيبيها، ده اللي هناخده ان شاء الله المره الجايه. يبقى احنا ان شاء الله نيكست تايم هنخلص الشابتر ده كله. البيكتوجراف لو جالك حاجه زي دي يا رغد ما تحليهاش، هوريها لك شكلها ايه. ليف ات، وي ار جوينج تو تيك ات نيكست تايم.
حاجة فيها بيكتشر زي كده، زي الفيسز وزي الايه وزي الهيردز. هوري لك شكلها ايه، ايه اللي هتسميه اللي زي ده كده. لو جالك حاجة زي دي يا رغد، شايفة الشكل ده كده رغد، سيبيه ده، لا نحله مع بعض ان شاء الله المرة الجاية. اوكي حبيبي، اوكي ان يجي لك حاجة يا رغد زي كده فيها بيكتشرز وهتكملي من البيكتشرز، لا دي سيبيها مفيش دعوة بيها، ده ان شاء الله اللي هناخده المرة الجاية. you are going to take it next time ونخلص الشابتر كله يا جميل. يبقى انت لو ماما هتعمل لك برنت، تعمل لك للشابتر ده ويبقى في ايدك ان شاء الله من اول المرة الجاية. اوكي حبيبي، اوكي يلا see you next time. استني بقى اشغل الكاميرا عشان الحق اسلم عليكي، يلا عشان كمان اديكي بوسة وانت بتديني بوسة، يلا. ماشي بوسة، يلا يلا أشوفك إن شاء الله المرة الجاية. باي باي. باي. اللي عملناه كلاس ورك حليه برضه، اعمليه انت بإيدك واعملي كالرينج بقى ووريني الإبداعات. اوكي جميل، لو حضرتك فاضية بكرة وحابة تخليه بدري شوية، لأن الدرس رغد اللي قبل ده اتكنسل، يعني لو حضرتك حابة يعني. طب ابعتي لي معلش على الواتساب عشان افتكر امتى بإذن الله. اوكي لا يعني إذا حضرتك مش فاضية خلينا في نفس الميعاد، أنا قصدي يعني ده كنت عايزة أقول إذا حضرتك حبيتي، لكن لو مش حابة خلاص خليه على نفس الميعاد. لا ابعتي لي بس، مفيش مشكلة، ابعتي لي على الواتساب امتى وهقول لك اذا كان اوكي ولا لا. ان شاء الله اوكي حبيبي، إن شاء الله. جزاك الله خير يا مس نرمين. واياكم مع الف سلامة. سلام.